اليوم السابع مباشر. مشاهدينا اهلا بكم من جديد ومن داخل صالة تحرير جريدة اليوم السابع، بنتابع معاكم اهم واخر الاخبار. ودلوقتي ميعاد افتتاحياتنا النهارده مع استاذ دندراوي الهواري مدير تحرير جريدة اليوم السابع، هنتابع معاه العديد من التفاصيل والاخبار على الساحة السياسية وعلى الساحة المحلية وفي مجالات كتير. اهلا بحضرتك معانا يا استاذ دندراوي، صباح الخير. صباح النور، اهلا بيكي. عايزين نعرف يمكن الاحداث متلاحقه ومتباينه وفي ردود افعال ما زالت بتحصل على احداث بورسعيد وعلى الساحه السياسيه بشكل عام، عايزين عرض كده سريع لكل والاهم الموضوعات. الحراك السياسي يعني في سخونته ازداد منذ يعني امس وبشكل كبير والتهب بنفس سخونة أحداث وزارة الداخلية وما يحيط بشارع محمد محمود ونبار. تطور الأمر يعني وليس شارع محمد محمود طبعا، كل المنطقة المحيطة بوزارة الداخلية. الحقيقة أن الكر والفر أمس كانت حرب شوارع حقيقية بين الأهالي. الحقيقة مش عايز أصنف، أنا مش عارف إيه اللي بيحصل بالظبط، يعني من كتر الالتباس المشهد، من كتر إن العملية غائمة أكثر من اللازم، غائمة أكثر من الجو السائع النهاردة. الحقيقة الأحداث متسارعة هناك، وإن كان الهدوء يسيطر الآن على المشهد، نتمنى أن الهدوء يعني يستمر ويقف نظيف الدماء المنتشر بشكل كبير حوالين وزارة الداخلية. الأمر الآخر أن السخونة انتقلت إلى البرلمان منذ أمس، والبرلمان متصاعد العملية بشكل كبير، وانتهى باعتصام عدد من النواب اعتراضا على طريقة إدارة البرلمان، وأيضا اعتراضا على المذابح في شارع محمد محمود ووزارة الداخلية. والحقيقة هذا الأمر أيضا متصاعد. في نفس التصاعد أيضا كان هناك الخوف بقى من اصطدام ما يسمى باصطدام السلطات، السلطة التشريعية متمثلة في مجلس الشعب، كان شنها هجوما عنيفا ضد القضاء. القضاء أمس بقيادة رئيس نادي القضاء مستشار الزين شن هجوما عنيفا ايضا على البرلمان، واكد ان السلطه القضائيه سلطه مستقله ولا يستطيع اي شخص ايا كان ان يزيح معاون نيابه من منصبه. وهذا التشاحن المخيف بين السلطتين الاهم في مصر حاليا تكاد تكون اشكاليه خطيره للغايه. الامر الاخر النهارده اللجنه التشريعيه في مجلس الشعب ادان تصريحات الزندو، ايضا واضح ان بوادر المعركه بدات تتضح معالمها وستزداد السخونه فتره في اللحظات القادمه. الامر الاخر محاكمه اللي هي يعني تضاءل الاهتمام بها حسب الاحداث الاخرى. المحاكمه النهارده مستمره، محاكمه مبارك واعوانه رغم الطقس السيء. ايضا النهارده برضو التضاؤل اكثر في المشهد الاخر وهو انتخابات الاعاده لمجلس الشورى. يكاد يكون الناس مش عارفه النهارده حتى في اعاده، عزوف كامل عن الادلاء بالاصوات، عزوف للناخبين عن الادلاء باصواتهم. الحقيقه ان الاحداث ساخنه جدا جدا جدا، ايضا الطقس السيء النهارده طقس سيء جدا، درجه الحراره يعني شديده البروده، الجو يعني محمل ومعبأ وحمل بالاتربه. الحقيقه دي كلها عوامل ادت الى ان محدش بيهتم بالانتخابات، انتخابات العاده لمجلس الشورى. الأهم بقى إن امبارح كان المجلس العسكري اجتمع، يعني كان هناك اجتماعين، الاجتماع الأول مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق السلطان رئيس محكمة الدستورية العليا، وحضر عدد أعضاء اللجنة، وأيضا المستشار عبد المعز إبراهيم وده رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية. كان اجتماع مهم وحددوا
10 مارس القادم فتح باب ترشيح لانتخابات الرئاسة. طبعا الـ الـ يعني لاقى ترحاب حقيقي ان هذا الـ القرار، ترحاب كبير ما بين الاوساط السياسيه ما عدا الحركات الشبابيه التي ما زالت تدعو الى جمعه الرحيل والاضراب العام، جمعه الرحيل الجمعه واضراب العام السبت. حقيقي يعني انا يعني مش عايز اقول ابدي رايي، ولكن انقل الاحداث وصورتها في ظل هذا التوتر والتصعيد ما بين كافة الجوانب، غاب صوت العقل. يعني أعتقد أن ما فيه صوت عقل في أي جهة من الجهات حاليا. أيضا الاجتماع الثاني كان المجلس على القوات المسلحة وحدد 5 أولويات حسب أجندته خلال المرحلة القادمة، منها إعادة الأمن الشارع ودعمها. وجدنا جيش التين ميدان النهارده نزل السويس، شوارع السويس لعد بطل عام. ايضا في بعض الفصائل من الجيش نزلت في بعض المناطق زي منطقه الساحل وخلافه. اعتقد ان هو يتم الدفع بالجيش لحمايه الامن الداخلي، وده يعني اتمنى ان يعيد الانضباط الى حد كبير والقضاء على الظاهره الخطيره للغايه وهي ظاهره البلطجه اللي انتشر بشكل مخيف وتهدد أركان أمن وأمان المجتمع خلال الأيام القادمة. أتمنى أن الأمور تستقيم وتعيد ويعيد الأمن من جديد إن شاء الله. إن شاء الله كل الخير لمصر. شكرا جدا أستاذ دندراوي الهواري، مدير تحرير جريدة اليوم السابع، ودي كانت متابعتنا وعرض سريع لأهم الأخبار على الساحة المحلية. استنونا على مدار اليوم علشان تعرفوا أهم الأخبار، واليوم السابع مباشر. اليوم السابع مباشر.